تشهد مملكة البحرين أجواء غير مستقرة مع استمرار تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في جميع مناطق المملكة. هذا وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع سائقي السيارات أخذ الحيطة والحذر في ظل تساقط الأمطار الغزيرة، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الاشتغال بغير الطريق.